عدنا إليكم مشاهدين الكرام في فتش مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من جوانب المحطة الطرقية أولاد زيان. كما تشوفوا السلطات الأمنية قبل قليل قامت بإخلاء جوانب المحطة الطرقية أولاد زيان تحت إشراف العميد المركزي اللي قاموا بواحد المجهودات جبارة. نقول لهم تحية كما تقولوا معنا مشاهدينا الكرام. هذه البث المباشر، هذه الأجواء في جوانب المحطة الطرقية أولاد زيان، يعني رغم تواجد مجموعة من المتشردين كما تلاحظوا معنا. مشاهدينا الكرام في البث المباشر، يجب اخذ هذه المتشردين بعين الاعتبار من طرف السلطات الوصيه. مشاهدينا الكرام، صعب صعب جدا مثل هذه الحالات. معنا هذه الأجواء ديال جوانب المحطة الطرقية ولاد زيان اللي شهدت قبل قليل واحد المراقبة، يعني المحطة الطرقية ولاد زيان كما كتعرفوا أنها تفتح أبوابها على الساعة 4:30 صباحا وتغلق أبوابها على الساعة 11 ليلا، ذلك حسب القرار اللي اتخذه سيد عامل عملية تنفيذ أمر السلطان. ودائما على الساعة 11 ليلا تقوم السلطات الأمنية بالمنطقة بإخلاء جوانب ديال المحطة الطرقية ولاد زيان من الحافلات ديال نقل المسافرين اللي كانوا كيكون واحد الشيء كبير ديال هاد الحافلات، واللي كما كتعرفوا السلطات الأمنية كيقوموا بإخلاء ديالهم. المحطة الطرقية الآن خالية عن آخرها، لا من المواطنين لا من الحافلات لا من صماصير التذاكر اللي كنسميوهم حنا صماصير التذاكر اللي كنشوفوا أن الناس تعاني الآن في مدينة أكادير، رغم أنها في مدينة الدار البيضاء لكن الناس تعاني في مدينة أكادير بسبب غلاء أثمنة التذاكر اللي ولات وصلت الآن تذكرة ديال السفر من مدينة أكادير إلى مدينة الدار البيضاء ب 300 درهم. وكان واحد مناشدة من طرف المواطنين كما كتلاحظوا معنا، السلطات الأمنية تقوم بإخلاء جوانب ديال المحطة الطرقية ولاد زيان في هاد الأثناء. كما قلت لكم ان الساكنه ان الناس تعاني، المواطنين بصفه عامه يعانون من غلاء التذاكر بمدينه اكادير، اللي كل شيء كيسول على الرقابه العمل. كيطلبوا المواطنين كيطلبوا من المسؤولين التدخل العاجل في هذه القضيه ديال الغلاء الأثمنة والأسعار ديال تذاكر الحافلات نقل المسافرين بمدينة أكادير. أننا تلقينا قبيلة من عهد واحد المواطنين اللي جاي من مدينة أكادير وقال لي جيت أنا أخويا 250 درهم قريب الزز. قولي لي جيت 300 درهم بزز، هادشي تقاد لها المصيبة. كما كتعرضوا معنا مشاهدينا الكرام، السلطات الأمنية تقوم بدوريات
الطرقية ولا الزياني كتعرفوا كانت صباحا مساء لي حالة. دابا كتشوفوا أن تغلق أبوابها على الساعة 11 ليلا. آمين. شكرا. صوتات أمنية تقوم بعمل مجهودات جبارة في الأثناء. كاين واحد العملية أخرى اللي كيقوموا بها بعد السماسير ديال التذاكر اللي كنقولوا لهم حنا كلشي كيكونوا كيقولوا البنادم عطينا عطيني كار في الدروه في الدوره ولا كيقول لي خلص ليا عطيني بعد البديه وتمشي تشوف الكار تزيدني كنمشيو كيدوروا شي بلاصه في الشراح ما عارفين هادشي كيوقع هنايا. مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية البث المباشر، نلقاكم في البث المباشر من جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.